السلام عليكم. الجزء الثالث والأخير من محاضرة الأنتي أريثميك دراجز. خلصنا كلاس 1 اللي هو صوديوم شانل بلوكرز، ولكن نتذكر أيضا some of the members of class 1 هم كلاس 1A أيضا عندهم خاصية بوتاسيوم شانل بلوكينج، فيشتغلون by two mechanisms. For class 2 اللي هن beta blockers, beta adrenoceptor blocking agent، طبعا أخذتوا الـ mechanism of action of beta blockers أنواعها وأسماءها. الـ pharmacological action، طبعا الـ beta blockers راح تشتغل mainly على الـ SA node and AV node. نعم عندها فد sodium channel blocking effect لكن بسيط، it's minimum effect، لكن mostly بال SA node راح تقلل الـ slope of phase 4. مثل ما قلنا إذا قللنا الـ slope يعني معناها شنو؟ معناها قللنا الـ rate، decrease the rate on automaticity. بال AV node شو راح تسوي لي؟ راح تزيد الرفراكتوري بيريد فتسوي prolongation of conduction at the AV node. لذلك بال ECG ايش راح اشوف لما يصير عندي prolongation of the AV node conduction؟ راح نشوفه as PR interval prolongation. وين نستخدم البيتا بلوكرز؟ The main indications اذا عندي اني arrhythmia associated with sympathetic system arousal، يعني إذا patient عنده pheochromocytoma مثلا، مثل ما أخذته بالأسبوع الأول اللي راح يصير عندنا كأنه sympathetic storm sympathetic arousal. بالثيروتوكسيكوسيس أيضا هنا ممكن نعالج الأريثمية اللي هي supraventricular ventricular arrhythmia. The best choice هي البيتا بلوكر لأنه راح تسد ال receptors for adrenergic agent. بعد طبعا بال اذا عندنا ديجوكسين توكسيسيتي راح ناخذه بعدين، والهارت فيلير واحده من اهم الانديكيشنز فور اللي هي ابروفد، انه البيتا بلوكرز تقلل النسبه او probability of sudden death after myocardial infarction. طبعا لها اكسبلينيشن بس شويه يعني نحتاج نحكي بهوايه، لكن اخذوا هاي المعلومه. This is an important indication. اي واحد صار بمايوكارديال انفاركشن نطي بيتا بلوكر وراها لان يقلل نسبه السادن ديث ان ذيس بيشنتس. عندنا الازمولول، This is a short acting يعني بالدقائق مالت الشور duration of action، نستخدمه as anti arrhythmic drug intra operative anti arrhythmic. يعني اذا عندنا انتروب نص العملية صار عندنا أريثميا نستخدم له أزمولول. This is class 2 اللي هو beta blockers. Class 3 اللي هو one of the most important very effective drugs but with many side effects also, and it can be used for the treatment of serious life threatening arrhythmias on broad spectrum of arrhythmia اللي هي الـ potassium channel blocking agent. مشكلة الـ potassium channel blocking agent they have ما عدا طبعا الاميودارون، ما عدا الاميودارون they have the undesirable property of reverse use dependency. تذكرون احنا تكلمنا عن الـ use dependence الـ property مال drugs اللي قلنا احنا الارثمي انتي ارثميك دراجز وين نريده يسوي بايندينج، وين يروح على الشانلز اللي هي انيوس اللي هي اللي تشتغل هوايه اللي بيها مشكله اللي هي اكتيفيتد اور نون اكتيفيتد. فهذه هذا الدراجز اللي يروح فقط على هاي الستيتس السايد افكتس مالته اقل، اللي نسميه احنا اليوز ديبندنس، يوز ديبندنس هاي الدراجز.
كلاس 3 ما عدا الأميدارون مشكلتها reverse use dependence، يعني أيضا تروح على الريستينج channels اللي هي الريستينج channels أنه موجودة دائما في المناطق اللي ما بيها pathology، ما بيها مشكلة، فهذا ممكن يسوي لي مشاكل and side effects. الكلاس 3 البروتوتايب عندنا الأميدارون. الأميدارون is a very effective drug with very special pharmacokinetics and also pharmacodynamics and with some bothering side effects. فبالفارماكوكاينتكس الابزوربشن مالته از فيربل، سيستميك بايو افيلابيلتي فيربل من 35 إلى 65%، الميتابوليزم بالليفر. طبعا افتر اورال ادمنستريشن تحتاج الانست اوف اكشن يحتاج سيفرال دايز، لان الطين انترافينوسلي يحتاج سيفرال اورز، لذلك نطيب لودينج دوز، يعني نطي دوز عالية بالبداية لودينج دوز. الهاف لايف مالته قد يستمر الى ويكس، وبعد ما نقطع الدراج ممكن يستمر الافكت مالته الى شهر الى ثلاثة شهور. so الفارماكوكاينتكس مالته is really not usual. الفارماكولوجيكال اكشن مالته طبعا it has a lot of actions، يعني هو محسوب على كلاس 3 يعني بوتاسيوم شانل بلوكرز، لكن ايضا it can block sodium channel، block calcium channel، يعني sodium channel blockers، calcium channel blocker and also alpha and beta adrenergic inhibitor. بالنسبة لل potassium channel blocking ما بي this reverse use dependent. طبعا الكالسيوم channel blocker prolong the duration of action، the duration of action potential refractory period كل الكاردياك مصل، وهذا ايضا يشمل الاكسسوري pathway بال WPW syndrome، لذلك هو the drug of choice in the treatment، يعني pharmacological treatment، لانه ال best treatment for WPW syndrome. الآن هو الابليجن، لكن إذا أريد نستخدم دراج patient ما عند severe symptoms our first choice is amiodarone. الثيرابيوتيك يوزز هذا this is a wide spectrum anti-arrhythmic drugs، يعني ممكن نستخدمه for supraventricular and ventricular tachyarrhythmia، نستخدمه for ventricular tachyarrhythmia بال نستخدمه أيضا يعني very highly effective in the prevention of recurrent atrial fibrillation. It's a drug of choice for WPW syndrome. It's wide spectrum, can be used in many conditions. وين مشكلته؟ side effects. طبعا side effects تقريبا 75% من ال patients إذا تستخدم أميدارون for prolonged duration راح يصير عندهم side effects. ممكن يسوي bradycardia، heart block، ممكن يسبب polymorphic ventricular arrhythmia، لكن أقل من غيره من الدراجز. هاي واحدة من الأشياء الجيدة اللي بي ممكن يسبب، لكن occasional development tachyarrhythmia. ليش؟ يعني هو قلنا يعني potassium channel blocker فيسوي prolongation of the action potential duration، فممكن يسبب polymorphic ventricular arrhythmia، ممكن يسبب pulmonary toxicity fibrosis، لكن بالhigh doses ده فوق 400 ملغرام، يعني لسته طويلة من الهيباتيتس، ممكن يسوي photodermatitis، يعني المناطق الاكسبوز للشمس يصير لونها grey blue، لأنه يصير deposition in the skin، corneal micro deposits، ممكن يسبب hyperthyroidism، hypothyroidism،
neurological problems ايضا ممكن يسبب، فلسته طويله من ال من السايد افكتس. It's effective but with a lot of side effects. طبعا الدراج انتراكشن يسوي دراج انتراكشن with انتي هيستامين ويا السايميتيدين، ريفامبيسين ايضا ويا الوارفارين، انهبت سيفرال سايتوكروم بي 450 اللي مثلا يعني وخاصة في استخدامه مع الوارفارين، يعني معناها اذا نستخدم اميدارون وارفارين we should be cautious لانه يمكن يسبب bleeding، لان يقلل ال degradation of warfarin فيسوي prolongation of its action. You should be cautious about this. Other drugs in the same class we have the donidaron اللي هو structural analog of amiodarone. سووه هذا بالبداية حتى ما بي the thyroid side effects. It has a shorter half life. ايضا عندنا سوتالول، هذا ايضا كلاس 3 اللي هو هذا بي تو اكشنز، يعني هو بيتا بلوكرز زائدا بوتاسيوم شانل بلوكر، وممكن يعني يسوي اكشن بوتنشال دوريشن، ممكن يسبب لي بوليمورفيك فنتريكولار اريثميا. طبعا ممكن نستخدمه بالفنتريكولار اريثميا خاصة إذا patient ما يقدروا يتحملون الأميدارون، بالأتريال لتر أو فبريليشن، بالبيدياتريك أيج جروب سوبرا فنتريكولار وفنتريكولار أريثميا، مشكلته إنه يسوي بوليمورفيك فنتريكولار أريثميا. أيضا بيتا بلوكر ما يصير نستخدمه patient with heart failure. طبعا بعض البيتا بلوكر ممكن تستخدم إن شاء الله نحكي عليها في موضوع الهارت فيلير. We have another drug اللي هو ibutilide class 3. This is a calcium potassium channel blocker. ايضا نستخدمه بالatrial fibrillation atrial flutter، مشكلته ايضا لانه potassium channel blocking agent فيسوي action potential duration prolongation QT interval prolongation، ممكن يسبب لي polymorphic ventricular arrhythmia اللي اسمها نفسها التوكسال ديبوا. We have the class 4 اللي هو calcium channel antagonist or blockers. They will block the calcium channel اللي هي ال L type. طبعا ال representative of this group، طبعا راح نتكلم عن الكالسيوم شانل بلوكر وانواعها لما بال ايضا بال في محاضره الانتي انجينال دراجز، لكن اللي يستخدم از انتي اريثميك لان تختلف بالافينيتي للهارت او البلد فيسل. الفيرابامير اتس موستلي اكتنج اون ذا هارت على الكوندكتيف سيستم، على الهارت بصوره عامه. طبعا can be given يعني orally intravenously. طبعا راح تشتغل على الاكتيفيتد يعني على الكالسيوم ال تايب كالسيوم شانل، يعني راح تشتغل mostly راح تشتغل على الاس اي نود والاي في نود، راح تشتغل على الكالسيوم شانل هناك فش تسبب لي، وايضا تشتغل على الاي في نود. نستخدمه بالتريتمنت اوف اس في تي. This is the second choice drug. First choice هو الادينوسين، وايضا نستخدمه بالتريتمنت اوف اتريال فبريليشن.
لكن هنا الفرق، فرق عن البروكاينامايد، انه ما راح يحول لي الى ساينس ريذم، يعني ما راح ارجع لي طبيعي. شنو راح يسوي الفيرابامير او الكالسيوم شانل بلوكر؟ راح يمنع، راح يقلل الفنتركولار ريت، يعني شنو؟ راح يمنع انتقال الامبلس الهاي ريت اللي موجوده بالاتريوم، راح يمنع انتقالها كاملا الى الفنتركل، فما يصير عندنا رابيد فنتركولار ريسبونس. احنا قلنا كل الاتريال اريثميا سوبرا فنتركولار اريثميا، وين مشكلتها؟ مشكلتها واحده من المشاكل انه اذا صار ترانسميشن اوف ذا ريت فروم ذا اتريوم الى الفنتركل وصار عندنا رابيد فنتركولار ريسبونس، يعني رابيد فنتركولار ريسبونس يعني صار الريت مالته مثلا 100، راح يصير عندنا ريديوس فيلينج وممكن يسوي لنا مشكله. فهنا الفيرابامير راح يقلل الفنتركولار ريت بالاتريال فيبريليشن ان فلتر حتى ما يصير عندنا كولابس ان ذا بيشنت، لكن ما يحوله الى ساينس ريذم. نحتاج مثلا بروكاينامايد، اميدارون ممكن يحوله الى يعني كلاس 1 A، كلاس 1 C، وكلاس 3 حولنا الى ساينس ريذم. كونترا انديكيشنز اوف فيرابامير بالهارت فيلير، ليش؟ لانه كل الكالسيوم شانل بلوكر يشتغل على الهارت وخاصه الفيرابامير، شو تسوي؟ راح تسوي بلوكينج للكالسيوم شانل، فما راح يدخل الكالسيوم للكاردياك سيل، عندنا على الكاردياك سيلز، فمعناها شنو؟ الكالسيوم انديوس كالسيوم ريليس من الساركوبلازميك ريتيكولوم راح يصير قليل، يعني ماكو فري انتراسيلولار كالسيوم، فمعناها الكونتراكشن الانتر اكشن بين المايوسين والاكتين ما راح يصير يعني بشكل جيد، فمعناها تقلل it has a negative anatropic effect. إذا patient عنده heart failure ممكن تسبب precipitation of other complications. إذا عندي طبعاً إذا عندي IV block أيضاً ما أقدر أستخدمه بالWPW syndrome، لأن بي خاصية يزيد the conduction over the accessory pathway، يعني يزيد the re-entry، ف it is contra indications. أيضاً بالventricular tachycardia أيضاً it is contra indication. أكو مثلين واس أنتي أريثميك دراجز اللي هي ما تابعة يعني لهاي الكلاسز، عندنا الأدينوسين اللي هو نيوكليوسايد اللي هو inhibit the atrioventricular nodal conduction، زيد refractory period بال AV node. This is the first choice drug for SVT و it has a very short half life of 10 seconds. هذا اخر دراج. طبعا اكو اذر دراجز ان شاء الله نتكلم عنها بوقتها، الديجوكسين نتكلم عنه وين هارت فيلير. في المحاضره القادمه ان شاء الله راح نتكلم ايضا عن موضوع مهم وهو الايفكت اوف ديستربنس ان بوتاسيوم از ان الكترولايت على على الهارت ريذم بالهايبوكاليميا اند ذا بالهايبر كليميا، وإن شاء الله نلتقي بالمحاضرة الجاية. أتمنى لكم كل التوفيق.